فايلر تحديدا اتكلم في حته ان مش هتكلم دلوقتي في الجانب الفني، سيبوني اعيد تقييم اللعيبه المعاره من النادي الاهلي وفقا للمراكز اللي يحتاجها الفريق، وابدا اقول مين من الاعارات ممكن يرجع عشان يتحط في المركز الفلاني اللي انا عايزه. يعني في هذا التوقيت فايلر ابتدى يقعد يشوف اللعيبه المعاره من الاهلي ماتشاتها ومباراتها بالكامل، يبدا يشوفها كويس قوي ويشوف الفلان وفلان وفلان، حلو جدا. طيب من فلان وفلان وفلان انا كفايلر في الفريق محتاج مين؟ محتاج مثلا مركزين، محتاج ثلاثه، يبقى انا من الناس دي اللي ينفع معايا كذا، وبعدها هيقدم تقريره لكابتن محمود الخطيب، يبقى انا من الاعارات هعوز 1 2 3، لكن في الاعارات مش لاقي اللي يعوضني عن المركز ده او المركزين دول، فبالتالي يبقى وخلي بالك التعاقدات هتبقى محدوده، التعاقدات هتبقى محدوده. ليه ده انا كل يوم بشوف قايمه؟ لا لا خالص، التعاقدات هتبقى محدوده يا محمد، لان انت عندك فرقه كبيره، فرقه قويه، فرقه مكتمله، بعض العناصر يعني عنصرين او ثلاثه. طيب دول هيجوا من الاعارات؟ طيب واللي هيجي من الاعراض هيبقى يجي يلعب بالشكل الاساسي، ولا تبقى جايبه وحاطه كنوع من البديله وتجيب له حد؟ فبالتالي انت بتتكلم كله في اربعه في خم، يعني ما بتتكلمش في حاجه اكتر من كده. تمام. فده الوضع الحالي، ان المدير الفني بيقيم تجربه المعارين، هيشوف هيقف على مين فيهم وفقا لاحتياجاته، ويبدا يقول بقيه احتياجاته عامله ايه. هذا هو الوضع القائم في هذا التوقيت في شغل كويس وفي شغل محترم. والمنطق يقول كده فعلا، لان المنطق فعلا انت في الفتره الحاليه لو عندك ملف لعيبه معارين بعدد بره، صح. اول حاجه لازم تبص على المجموعه دي الاول، مظبوط، بعد كده تشوف النواقص اللي عندك وتبدا تشتغل على الصفقات والتدعيمات اللي جايه من الخارج 100%، صح. لكن طبعا انت عارف الفتره الحاليه في فتره فراغ، فتلاقي بقى الاسماء من شمال افريقيا ومن اوروبا ولاعيبه رايحه ولاعيبه جايه وحراسه مرمى 100%، كل ده للاسف غير صحيح، نتيجه ان المنطق والاجتماعات الحاليه بتبص للمستقبل بمنظور تاني 100%، صح. وخلي بالك ان دي كره القدم، لكن بقيه النشاط الرياضي في النادي الاهلي ماشي بنفس السياق، كل فرقه فيها متطلباتها، كابتن رؤوف عبد القادر مع المساعدين، مع الكابتن محمود، في برضه شغل، هي مش قصه مش كوره بس، بيتدربوا برضه وفي تواصل كل برضه بيتدرب طبعا، في كل فرقه بجهازها عامله حمل تدريبي للاعبتها في البيت، الالعاب الاخرى والالعاب الفرديه وعلى قطاعات الناشئين حتى في الجمباز. خلينا انقل لك تجربه الكابتن محمد عثمان في 13 سنه بيتدربوا بالفيديو كونفرنس ببرنامج الزوم، وبيتدربوا في جمباز في النادي الاهلي بيها بانديه كتير زي نادي الصيد، كله بيتدرب بنفس الاسلوب. يعني انا كنت بتكلم مع الكابتن محمد عثمان في فريق 13 سنه في النادي الاهلي، بيعملوا وحدات تدريبيه كامله، تدريب كامل، المدرب معاك بالذات الالعاب الفرديه اللي ممكن تتدرب في منطقه معينه، مساحه صغيره وبعض. وكل المقصود بيها انك يتم المحافظه على اللياقه، لياقتك ومرونتك وشكلك وفق اللعبه اللي انت بتلعب فيها. وده طبعا اللعيب نفسه بقى عنده وعي، المشكله اكتر عند السن الصغير اللي انت بتاهله عشان يكمل البراعم. الناشئين والبراعم والامور دي بالذات في الالعاب الاخرى وفي كره القدم. يعني دي بتبقى ايه المهاره طبعا عند لعيب كره القدم دي ما بتقلش، لكن انت محتاج دايما تحافظ على لياقتك. فبالتالي ان شاء الله ربنا بقى يعدي الايام دي على خير والامور تمشي بشكل كويس، وتبدا الناس ترجع بشكل كبير، عشان عندنا لما نروح للجانب الاوروبي هيبقى عندنا كميه تفاؤل رهيبه جدا. يعني الجزء اللي باكد عليه وانت قلت معلومات مهمه جدا، التدريبات بتتم من خلال فيديو كونفرنس في بعض الفرق الالعاب وبعض الفرق، عشان يكون في تواصل مباشر ما بين طبعًا. الكوتش المدرب طبعًا. مع اللاعبين واللاعبات طبعا. في الفريق الاول بقى اكيد في برامج تدريبيه بتروح لهم عبر الواتساب من خلال توماس بينكل وفايلر بيتابع، واللعيبه بتصور في حصه تدريبيه بالظبط بتتعمل وعايز اقول لك حاجه، اللعيبه شغاله اكتر. خلي بالك انت بتتكلم في لعيب هو عارف ان ده اكل عيشه، وعارف ان دي حياته، وهو عارف ان في اي وقت ممكن يبقى راجع يكون جاهز. فبالتالي انا بقول لك اللعيبه بتشتغل اكتر من اللي مطلوب منها. يعني اللعيبه معظمها بتشتغل، سواء كان اللعيبه الحاجات اللي بتنشرها على يعني على السوشيال ميديا، او من خلال كلامنا معاهم كذا واتمرنا كذا. يعني حتى معظم اللعيبه جابت بعض الادوات التدريبيه اشتريتها، يعني في حد كده معين خلاص اللعيبه بتكلمه، هات اللي جبته لفلان، طب ازود لك كذا واعمل لك كذا، طب هات كذا. يعني كل لعيب دلوقتي عمل صاله جيم عنده في البيت، يعني هو كده كده اوريدي عنده ادواته دي، بس بقى الحاجات البلاستيكات والحاجات اللي بقى ايه الحواجز والحاجات الايماع، التدريبات البدنيه اللي بتبقى في الملعب، في حاجات كتير خلاص. فاللعيبه بقول لك لعيب الفريق الاول ده اختلف، تمام، لعيب الفريق الاول برضه عنده امكانياته، عنده رؤيته لنفسه، هو 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 عارف بيعمل ايه مع نفسه. فبالتالي خلاص الناس شغاله على الامور دي بشكل كويس جدا، مهم جدا.